السلام عليكم، ده هنشوف مع بعض ازاي نعمل ستيل في قلب الريفت. اقول له نيو، هقول له انا عايز تمبليت فور ستراكشر. اوكي، اول حاجه بعملها ان انا اظبط الجريد بتاعي، مثلا الجريد دوت هقول له كوبي، تمام. او ممكن اقول له اري لو انا حابب، اقول له مثلا عايز 5، تمام. هقول له انا هديك اول واحده واللي بعديها وانت قسم بالشكل دوت. طبعا ميزة كده ان هو بيعمل مصفوفة، فممكن تقول مثلا عايز 9 بالشكل دوت. ممكن تعمل سيلكت كده وتقول له روتيت وتدي له كوبي 90، يبدأ يعملهم لي بالشكل دوت. طيب عايزين نقول له مثلا عندنا كولوم. طيب احنا دلوقتي في ليفل 2، ماشي. الهاي تبدأ تكتب له الارتفاع بتاعك، او خلينا نعملهم في ليفل 1. اقول له كولوم واقول له هاي واقول له خليها لحد ليفل 2 واقول له اد جريد وابدا احط الكولوم بتاعتي بشكل دوت. يظهر عندي بشكل دوت. طيب دلوقتي بقى عايز ابدا مثلا احط البي، ممكن اقول انا عايز ارسم بيم واحدد اللاين وابدا ارسم مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت، تمام. او اقول له اون جريد وابدا ادوس على الجريد واشوف ايه اللي هيحصل. طيب اهو بيم اون جريد، واروح معلم على الجريد دوت واقول له فينش، هيبدأ يعمل لي الكولوم ويبدأ لو في أي عمود يبدأ يقطع عندها البيم، بيقطع عند العمود بالظبط بالشكل دوت. تعال نشوفها في 3D، هتلاقي أول واحد رسمناه مكمل معايا من الأول للآخر، وده بيقطع بيوصل بس بين العمود والعمود بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت وتاخده كوبي لبقية الحاجات. طيب دلوقتي بقى ممكن تيجي هنا في الستيل وتقول له مثلا عايز اعمل كوب بالشكل دوت اهوت، بيقول لك من فين لفين اهو، بتدي له انتر، بيبدأ يقول لك انت عايز بقى ده يكمل لحد هنا ولا العكس. مجرد ان ده الاساسي وده الفرعي، فبتدوس على دوت يعكس الحاجة. ممكن تيجي هنا تعكس بالشكل دوت. طيب ممكن تيجي بعد كده تقول له انا عايز اعمل موديفاي للبرامتر، المسافة دي قد ايه. طيب هنا مثلا ده نمبر 1 اللي هي المسافة ديت، تقدر تديها مثلا بوصة 2 بوصة زي ما انت عايز. distance flange 2 من هنا لهنا تبقى قد ايه. كل الارقام دي تقدر تتحكم فيها، والويلدز برضه تقدر تتحكم فيه لو انت عايز تعمل كرييت ليه، تمام. هتقول له اوكي، وتقدر تيجي هنا في اي لحظة وتعدل فيهم كاستمايز او تقول له بريك. طيب تعالى مثلا هنا ممكن اقول له بقى ايه، انا عايز ملتر بالشكل دوت اهو، تحدد ده وبعد كده تحدد دوت وتقول له انتر، فيبدأ يقول لك هيبقى بالشكل دوت. ممكن تقول له اعكسهم برضو، تقدر تعمل موديفاي للبارامتر او كاستمايز او بريك، تمام بالشكل دوت. طيب ممكن نعمل تراجع، ممكن اقول له لا ده انا عايز اعمل cut through او cut by مثلا. لو عندنا حاجة مكملة كده ممكن اقول له ايه انتر، يبدأ يقول لي هيقطع من هنا. لا ده انا عايز العكس، يعني هو ده خلى كده ده الاساسي وده الفرعي، هقول لا اعكسها هتبقى معايا بالشكل دوت.